ودلوقتي خلينا نروح الإمارات عشان نتعرف على مشاهد من عملية تصويت المصريين في السفارات والقنصليات في عدد من المدن والمناطق. معانا على التليفون أستاذة دينا الجعفري، منسق حملة أنا مواطن بدولة الإمارات. صباح الخير عليك أستاذة دينا. صباح الخير على حضرتك، أهلا بحضرتك، مبسوطة جدا إن أنا بتكلم معاكم في البرنامج. صباح الخير، أهلا بيكم. صباح الخير أستاذة دينا، حابين نتعرف من حضرتك كده على انطلاقة اليوم الأول للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، المشهد عامل إزاي عندكم؟ الحقيقة اليوم الأول من الانتخابات طبعا إحنا كنا متوقعين إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات، لأن إحنا طبعا يعني كلنا بنستنى اليوم ده علشان نقف جنب بلدنا لانتخاب مصر. وطبعا كانت المفاجاه النهارده ان الناس مقبله كلها على الانتخابات، تمام، وخصوصا بوجود السيد الرئيس في دوله الامارات علشان الكوب 28. فده طبعا يعني عمل الو معاكي يا استاذه، اتفضلي. ايوه، فده طبعا خلى الناس تتحفز اكتر ان هي تنزل الانتخابات وتحب ان هي تروح وكده. طيب، حاله من الوعي شفناها بقت موجوده عند المصريين، خصوصا المصريين في الخارج، باهميه صوتهم، وقول لنا بقى انت شايفه المقيمين في الامارات حريصين ازاي على المشاركه في الاستحقاق الانتخابي؟ هو طبعا في الامارات احنا محرصين جدا، احنا يعني زي اسره واحده في الامارات، والمصريين كلهم هنا بيتعاونوا مع بعض يعني تقريبا. فطبعا احنا دلوقتي بدانا النهارده، بدانا اول يوم في الانتخابات، وطبعا حضرتك عارفه ان الوقت ده دلوقتي قبل الصلاه، في حتى احنا متفاجئين ان في اقبال، يعني اقبال على الانتخابات والانتخاب، والناس حريصه جدا ان هي تنتخب. وطبعا متوقع بعد الصلاه ان شاء الله في صلاه الجمعه يكون في اقبال اكثر. استاذه دينا، استاذه دينا، كلمينا اكتر بقى عن التيسيرات اللي بتتاحها السفاره المصريه في الامارات، او يعني تحديدا في مقرها، للناخبين والمواطنين المصريين، وحابين نعرف اكتر منك رحله كده، رحله الناخب ازاي بتتم، ازاي بيدخل مقر السفاره ويدلي بصوته. كلمينا عن المراحل من بداية الوصول إلى لحظة الاقتراع والتصويت. هو طبعا احنا عندنا القنصلية المصرية في دبي والسفارة المصرية في أبو ظبي اللي هي العاصمة بتاعت الإمارات، تمام، هم دول المقر الانتخابي للرئاسة للترشح، تمام. فطبعا كل المصريين كل مصري بيجي، طبعا السفارة مجهزة لأن هي تستقبل جميع فئات المصريين، كل فئات المصريين، ذوي الهمم وكبار السن وكل الناس. وطبعا في طبعا اعمال تطوعيه من مواطنين مصريين بيكونوا طبعا موجودين للمساعده، لمساعده اخواتنا المصريين الاخرين، موجودين كلهم عند السفاره، كله بعمل تطوعي، تمام. بالنسبه للرحله الانتخابيه طبعا الناخب بيجي يكون معاه البطاقة اللي هو الرقم القومي أو الجواز السفر، تمام؟ جواز السفر أو أصل الرقم القومي، تمام؟ وحتى لو حتى هم عاملين تسهيلات هنا للمصريين، حتى لو الرقم القومي البطاقة خلصانة يقدر ينتخب برضه. في تسهيلات إن هو يقدر ينتخب برضه. فطبعا كل ناخب بيجي على السفارة، كل السفارة ومرحب بيه طبعا، وعاملين خيمة في السفارة من بره والقنصلية من بره لاستقبال المواطنين، والناس ترتاح شوية لو كان في زحمة أو حاجة. وكل ده هنبعته لحضرتك بالصور، موجودين احنا موجودين. التصويت هيكون مستمر لمدة 3 أيام، إيه المبادرات التوعوية؟ يوم 1 و2 و3. مظبوط، إيه المبادرات التوعوية اللي بتقوموا بيها بحيث إنه يبقى التصويت موجود بكثافة على مدار الأيام كلها، ويبقى الجميع متاح له فرصة التصويت؟ احنا طبعا بنحث كل مصري إن هو ينزل ينتخب ويقف جنب بلده ويقول نعم ايوه انا اختار الرئيس وانزل انتخب، لان ده واجب وطني طبعا، ده واجب وطني لكل مصري.
وكل الناس طبعا فاهمه كده، كل الناس المصريين الوطنيين فاهمين ان بلدهم بتحتاج لهم وبلدهم محتاجه لهم، وان ده واجب وطني لازم كل مصري ينزل ينتخب ينتخب انتخب اللي انت عايزه، انزل انتخب. احنا طبعا بنحس، انا عندي مقابله بعد ربع ساعه، عندنا شركه هنا في الامارات فيها بعض الموظفين وكده، واحنا نازلين نتكلم، نازله اتكلم معاهم يعني على اساس ان احنا هنروح هناخد باص وكده وهنطلع على القنصليه بعد شويه. طب كلميني هنا بقى على يعني نبض الناس واهلنا اللي موجودين في دوله الامارات، في كافه الامارات يعني، وحرصهم على المشاركه. جميل جدا حضرتك بتقول ان احنا بننزل ونقابل الناس ونكلمهم ونبقى في عمليه حث على المشاركه، هم ردودهم طبعاً بتبقى عامله ازاي؟ بيتفاعلوا معاكوا ازاي وبيقولوا ايه؟ الناس كلها بتتفاعل الصراحه، يعني كل واحد بيحب وطنه، حتى لو احنا خارج بلدنا احنا بنتشرف ان بلدنا تكون قويه، بلدنا تكون جميله، بلدنا يكون ليها نظام محترم. احنا كل ما بلدنا بتكون كويسه احنا بنكون كويسين خارج دولتنا، الناس بتحترمنا، الاخرين بيحترمونا، الامان، ان احنا نحافظ على بلدنا عشان ولادنا وعشان احلامنا القادمه. يعني هو المستقبل هو ده اهم حاجه، وكل الناس طبعا تحب ان هي تشترك وتحب ان هي تقول نعم للانتخابات ونعم لمصر وكل حاجه. على فكره البرنامج بتاعكم اسمه صباح الخير يا مصر، انا كل يوم لازم اقول صباح الخير يا مصر. صباح الخير على كل المصريين وعليكي، ونشكرك على المداخله صباح دي. صباح الخير عليكم انتوا. انا معلش انا بعتذر منك، انا اصلي مشغوله قوي قوي والله، انا بره وكده يعني مش يمكن انا اكون مش مركزه كويس، بس يعني حاولت اوصل لحضرتك المعلومه في كل حاجه. بنشكرك شكرا جزيلا على المعلومة دي، ودايما تقومي بدورك كده إن شاء الله. أستاذة دينا الجعفري منسق حملة أنا مواطن بدولة الإمارات العربية المتحدة، صباح الخير على حضرتك.